ما انا سايبك اسمعك. سمعني. ورحمه امي رحمتك. قال لك يا احمد يا دياب وش عرف امي اللي عينوك لو ما شالوك سنتك سودا. انا احسن دياب كان بيجيلك في السجن. انا احسن دياب كان بيجيلك في السجن. وقصامي كمان ورحمة أمي ما يكون مين اللي حبيك يا أنا ورحمة أمي ما أنا سايبك. أنا حسام دياب بينك يا أنا. حسام دياب بينك كده. وحياة أمي لحريصك مسجل. كيروش يودع أحمد رفعت. كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي. أنت السبب فيما حدث له. أحمد دياب يرد على رسالة شقيق أحمد رفعت. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. كيروش يودع أحمد رفعت. كان شخصا طيبا وسيظل دائما في قلبي. أرسل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رسالة وداعية عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت. لقد كان شخصا طيبا وموهبة كروية خالصة، روحه وقلبه ولدا للاستمتاع بالجانب الجميل من اللعبة وكرته المهارية، جلبت السحر لملاعب كرة القدم. تشرفت بتشارك طريق الحياة مع أحمد رفعت، سيبقى دائما في قلبي وصلواتي، وأنا أؤمن أن الإله سيحميه برحمته وعطفه. أشكرك يا صديقي على كل شيء قدمته لمصر ولفريقي، لقد كان ذلك شرفا لي. ولعب رفعت تحت قيادة كيروش مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب التي حقق فيها الفراعنة المركز الرابع. أنت السبب فيما حدث له. أحمد دياب يرد على رسالة شقيق أحمد رفعت. خرج أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية بتصريحات بشأن تفاصيل الضغوط التي تحدث عنها الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، وذلك بعد رسالة من شقيقه محمد رفعت. وتوفي أحمد رفعت صباح السبت بعد صراع مع المرض عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد الإسكندري بالدوري في مارس الماضي. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية. تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024. صلاح وتركي آل الشيخ ينعيان أحمد رفعت. نعم محمد صلاح قائد منتخب ونجم ليفربول وفاة زميله في صفوف الفراعنة أحمد رفعت. وأعلن مودرن سبورت اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية عن عمر 31 عاما. وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: البقاء لله، وربنا يصبر أهلك الحبيبه. محمد صلاح نعيان أحمد رفعت. ربنا يصبر أهلك الحبيبه. نعم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية. وكتب محمد صلاح في نعيه لأحمد رفعت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: البقاء لله، وربنا يصبر أهلك الحبيبه، يا وجع قلبي عليك. محمد صلاح ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. نعى لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو بعد تدهور حالته الصحية. ونشر صلاح صورة رفعت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس وكتب: البقاء لله، وربنا يصبر أهله كل حبيبه. محمد صلاح نعيان أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. ربنا يصبر أهله كل حبيبه. نعم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي توفي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت
وقال خال اللاعب ليلي كورا أنهم تلقوا خبر وفاته من خلال اتصال هاتفي مع والدته التي تقيم معه في القاهرة، وهو الأمر الذي أصاب كل أفراد الأسرة بحالة من الصدمة والحزن الشديد. وأضاف أن آخر اتصال باللاعب الراحل كان منذ 3 أيام، وذلك للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أنه طلب منه الدعاء بشفاء وأبلغه بتحسن حالته وأنه مشتاق للعودة إلى الملاعب، لكنها إرادة الله في استرداد وديعته. سقط وتوقف قلبه قبل الفجر. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة أحمد رفعت. كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ كواليس الدقائق الأخيرة في حياة لاعب مودرن فيوتشر. خال أحمد رفعت يكشف اللحظات الأخيرة في حياته. سقط فجأة أثناء حديثه مع والدته. كشف محمد العسكري خال أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته صباح اليوم السبت، وقال خال اللاعب ليلي كورا أنهم تلقوا خبر وفاته من خلال اتصال هاتفي مع والدته التي تقيم معه في القاهرة، وهو الأمر الذي أصاب كل أفراد الأسرة بحالة من الصدمة والحزن الشديد. وأضاف أن آخر اتصال باللاعب الراحل كان منذ 3 أيام، وذلك للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أنه طلب منه الدعاء بشفاء وأبلغه بتحسن حالته وأنه مشتاق للعودة إلى الملاعب، لكنها إرادة الله في استرداد وديعته. سقط وتوقف قلبه قبل الفجر. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة أحمد رفعت. كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ كواليس الدقائق الأخيرة في حياة لاعب مودرن فيوتشر. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب الوفاة الحقيقي للاعب أحمد رفعت؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.